ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، انزلي حالا اعملي اشتراك سبسكرايب لونها احمر وفعلي الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار ان انا نزلت فيديو. فيديو النهارده بتاعنا يكون مختلف تماما. هنصنع حاجه مع بعض، حاجه على قد الايد خالص. هنعمل التنت اللي معدي 400 جنيه، و بيعدي 200 جنيه، وبيعدي 100 جنيه، حتى لو اكتر من 100 جنيه. ففي بنات كتير او مش بتقدر حتى تدفع 100 جنيه. انا هعمله لكم وب7 جنيه بالظبط. انا ما بكذبش، لما كتبت كده على عنوان الفيديو هعمله لكم ب7 جنيه بالظبط يا بنات. بصوا، انا جربت، جبت تن طلع لي حبوب وبهدل لي وشي خالص. طبعا انا رميته من فترة قبل ما ابدأ اعمل اي فيديوهات، فياريتني سبته عشان اوريلكم. انا بقى ايه، قلت عايز اعمله في البيت وبتكاليف بسيطة، وكمان اكون انا واثقه في المكونات بتاعته، وكمان تبقى امنة على بشرتي. احنا هنعمله النهاردة، تمام؟ ده حاجات بسيطة. يلا بينا نبدأ. هنجيب ازازة فاضية زي دي كده من عند العطار، مفيهاش اي حاجة خالص، انا غسلتها كويس. عندنا جلسرين من عند العطار، يبقى مكوناتنا اللي ب7 جنيه هتجيبي ب5 جنيه جلسرين وب2 جنيه لون طعام احمر، زي اللي عملت بيه الفشار وزي اللي عملت بيه الكيكة بتاعت كوس قزح. والكوباية دي فيها حبة مية صغيرين بس، مية مغلية وسبتها لحد ما تبرد. يعني هو المفروض بتجيبي مية مقطرة من الصيدلية. انا برضو عشان اقلل لكم التكاليف على اكتر يعني من الحد بتاعي، فقلت ايه، لا انا هغليها واسيبها لما تبرد، ويبقى كده معانا الميه المقطره بتاعتنا. عايزين تجيبوا ميه مقطره، اوكي عادي تمام. انا بس حبيت اقلل التكاليف عشان تبقى بجد 7 جنيه زي ما قلت لكم وما اكذبش على حد. هنعمل ايه بقى؟ انا هحاول اعمل معاكم بالراحه عشان انا بصور النهارده. انا هاخد نقطتين من الجليسرين، ثواني بقى كده خليك معايا. بصوا، نقطتين صغيرين خالص. انا كده نقطت نقطتين، تمام، على المي. تاني حاجة هعملها ان انا المفروض احط لون الطعم. بصوا، اخدت حبة كده وهحطهم، هقلب واشوف اللون بتاعي اللي انا عايزاه. التنت بتاعنا بقى لونه ريد. هنبدأ نحطه هنا، انا هحطه واجيلكوا. انا كده حطيته اهو، ده شكل التنت بتاعنا. واحدة هتقولي حطيتي جليسرين ليه؟ هقولها عشان ده مرطب اصلا. انا بقى انا عايزة اجربه لكم، مش عارفة ايش حتى استعمله. هو ريت بس بجربها على ايدي واجربها. بصوا، هيبقى كده. وده بعد ما حطيته كويس بقى كده، شايفين الفرق؟ جميل قوي، والدرجة بتاعته حلوة. انت بقى اللي بايديك تحطي حبة صغيرين، بايديك تحطي حبة كتير. عايزة تغمقيه اكتر من كده زودي لون الطعام، عايزة تفتحي اكتر من كده قللي لون الطعام، انت المتحكمة. بس انا شايفاه جميل خالص اهو. ده يا بنات انتوا بتحطوه امتى؟ مثلا انا برجح يعني
دي حاجة كده من عندي، ان التنت ما بفضلوش على فول ميك اب. يعني التنت بيتحط لما ما تكونيش حتى ميك اب وحتى مثلا صن بلوك. لما بتيجي تحطي فول ميك اب لازم بلاشر عشان باودر، بيساعدك ان انت تكملي الميك اب بتاعك، انما التنت بيبقى سايل. عايزك ما تكونيش حاطه ميك اب، صن بلوك او حتى بيبي كريم او سيسي كريم، تمام، وتكوني حاطه ماسكارا بس، يعني حاجات بسيطه خالص. تمام، يا رب اكون افدتكم. ان شاء الله هعمل لكم طريقه بسيطه للهايليتر عشان غالي جدا برضو. جبت لكم طريقه حلوه، استنوني، ممكن يكون الفيديو الجاي، مش عارفه، مش عايزه اوعدكم، بس اهم حاجه شجعوني بقى وقولوا لي ايه رايكم، جربوها وقولوا لي. تمام يا بنات، يلا باي حبايبي.